للعام الثاني على التوالي وان لبنان راح يكون ببيروت والسنه بطريقه كثير مميزه وحلوه. اهلا وسهلا فيك رئيسه وان لبنان تانيا اسيس. ميرسي ميرسي. اغاني اللي واكبونا هذيك السنه بحضور كثير هيك قوي، وهالسنه كمان ان شاء الله تكونوا معنا بهالحفله اللي اليوم عم تجمع بعد اكثر واكثر مشاهير. يعني انا مبسوطه اعلن عن كم اسامي، وبعد ما اعلنا عن الاسامي الجديد هالسنه معنا استاذ ياسر الرحباني، معنا ملحم زين، غسان الرحباني، سعد رمضان، ندى ابو فرحات، برونو طبال، كتار من المشاهير، مغنيين، فنانين وممثلين حبوا يشاركونا هالسنه هالحفله من جديد. خلينا نذكر الناس امتى رح يكون الديت ونعطيهم هيك نرجع مثل ملخص عن هذا الايفنت، شو الهدف منه وكل شيء. الديت رح يكون ب 8 ايار بالفورم دو بيروت مثل ما كان هذيك السنه. ليك هدفنا هو كثير واضح، انه نحن اليوم عم نجرب نخلق مثل حركه لبنانيه وطنيه وين الشباب بيقدروا يجتمعوا كلهم مع بعضهم يقولوا بدنا لبنان واحد. واليوم حلو وقت تشوف مشاهير وناس معروفه بنشوفها بالتلفزيون وعم تجي توقف سوا، تحط الايجو تبعها على جنب وتقول انا واقفه حدك لانه انا مآمنه معك بذات الرساله. هيدي رسالتنا، يعني هيدا هو المساج. وهالسنه عم نجرب كمان نكبر ونروح صوب الجاليه اللبنانيه بمشاركه حتى فنان رح تكتشفوه انتم كمان من عبر اغاني عمر دين يلي هو لبناني منه معروف بلبنان بس فاينالست اكس فاكتور باستراليا، عنده مليونز اوف فولورز على اليوتيوب. ام شور انتم هلا رح تشيكوا عليه وتحطوا كثير اشياء عنه، رائع رائع رائع. كل الفانز تبع انتوني توما وقالين لحود اكيد رح ينغرموا فيه. كمان شفت انه عم نجرب كمان نوصل رساله هالمغتربين يلي مؤمنين بلبنان وبعدهم انه حابين يكونوا موجودين على الساحه اللبنانيه يكونوا موجودين معنا. في اغنيه مشتركه السنه ومين رح يكون كتبها وملحنها وكل التفاصيل؟ هلا في نشيد وان لبنان من كلمات والحان مروان خوري اللي اكيد رح تكون كمان موجوده بالريبرتوار هالسنه. في عنا عده مفاجات لك الصراحه، عده تحيات، بس كمان يعني رح تكون التحيه الاكبر للجيش اللبناني لانه ما بننسى هالسنه عم نعيد 40 سنه ذكرى الحرب اللبنانيه. هيدي شغله بدنا نتركها بذكرتنا، بس بنفس الوقت ومن خلال الحفله رح تشوفوا باي طريقه رح نكون عم نغير هالذكرى بشيء بفرجي انه هالذكرى موجوده بس عم تتغير تنبني التغير وتنكون نحن مثل ما بنقول agent of change، يعني نكون نحن التغيير. التحية رح تكون كتير كبيرة لشهداء الجيش والجيش اللبناني. ومن بعد الحفلة في قسم من المصاري رح تنعطى لأولاد شهداء الجيش رح يكونوا كمان موجودين معنا.